من خان يونس جنوب غزة مراسلنا هناك أحمد حرب. أحمد أهلا بك. الوضع في خان يونس أحمد؟ الوضع في خان يونس يعني هناك غارات إسرائيلية في مناطق متفرقة من خان يونس في الساعات الماضية، ولكن ما نلحظه محمود يعني في الساعات القليلة لم نلحظ أي استهدافات في خان يونس أو رفح، ولكن التركيز كان في مخيم النصيرات. كان هناك استهداف لعمارة المهندسين في مخيم النصيرات وسط نصيرات وسط غزة دير البلح مباشر أيضا. نعم في وسط القطاع وليس وسط مدينة غزة، في وسط القطاع. أيضا كانت هناك في حي الزيتون كان هناك استهداف لعدد من المنازل في تلك المنطقة، وأيضا في حي تل الهوى، أيضا في مخيم جباليا في شمالي القطاع كان هناك استهداف بالأحزمة النارية لعدة منازل، وأيضا في محيط المستشفى الأندونيسي كان هناك عدد من الأحزمة النارية من قبل الطائرات الحربية أيضا لعدد من المنازل في تلك المنطقة في شمالي القطاع. حتى اللحظة الغارات مستمرة سواء من المدفعية الإسرائيلية أو من الطائرات الحربية الإسرائيلية في مناطق مدينة غزة وفي شمال مدينة غزة. هذا أيضا جاء بالتزامن محمود مع الدخول البري لعدة محاور من قبل الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية والدبابات الإسرائيلية في منطقة شمال غرب مدينة غزة في منطقة الكرامة. ما زال هناك دخول للجيش الإسرائيلي بشكل بري، وهناك اشتباكات تدور مع كتائب القسام كما تقول أنها أطلقت عدد من القذائف باتجاه هذه القوة التي البرية التي دخلت ودمرت 3 آليات. وأيضا الدخول الثاني من شرق مدينة غزة من منطقة جحر الديك تم الدخول باتجاه شارع صلاح الدين، وهناك محاولة من الجيش الإسرائيلي عبر الآليات بالتقدم نحو شارع الرشيد وهو الشارع الساحلي. وبالتالي إذا وصلت الدبابات إلى هذا الشارع، هذا يعني أننا انفصل شمال القطاع عن جنوبه بشكل كامل. لماذا نقول الشمال عن الجنوب؟ لماذا نتجاوز الوسط؟ يعني وسط القطاع في دير البلح وفي أماكن كثيرة جدا، يعني هل الفصل أحمد سيكون من الشمال والوسط؟ يعني فصل الشمال عن الوسط، لأنك لو فصلت الشمال عن الجنوب هتأخذ الوسط أيضا معه، يعني حتى نفهم هذه النقطة. يعني لا هو نعم محمود، هو التقدم هو من جنوب قطاع غزة، يعني يمكن القول أن من الوسط قطاع غزة، يعني لما نتحدث عن دخوله من منطقة الزهرة هي تقع جنوب مدينة غزة عمليا يعني وإداريا تحت طائلة بلدية غزة، لذلك نقول أن منطقة الزهرة هي تقع بالقرب من وسط القطاع ولكن إداريا ضمن بلدية غزة، وبالتالي تحسب أنها جنوب قطاع غزة أو جنوب مدينة غزة. لذلك يكون الدخول للدبابات الإسرائيلية من هذه المنطقة يمكن القول أنه تم فصل جنوب قطاع غزة عن المناطق الشمالية. حتى اللحظة التقدم حاصل حسب ما تقول وزارة الداخلية الفلسطينية هنا في غزة، وتقول بأن الجيش الإسرائيلي أباد مناطق سكنية كاملة في المناطق الشمالية لقطاع غزة أثناء دخول الدبابات في تلك المنطقة في شمال غرب مدينة غزة وخاصة في منطقة الكرامة. وبالتالي نحن نتحدث عن يعني مدفعية إسرائيلية، طائرات حربية إسرائيلية تقصف وتستهدف عدة مناطق في قطاع غزة، وبالتزامن مع يعني دخول بري من قبل الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية من 3 محاور في قطاع غزة. حتى اللحظة أيضا الرشقات الصاروخية تنطلق من قطاع غزة باتجاه المستوطنات والبلدات الإسرائيلية، وقبل قليل كان هناك إطلاق من قبل كتاب القسام رشقة صاروخية باتجاه مدينة تل أبيب. حتى الآن لم يعني يصل الإسرائيليون إلى هارون الرشيد، الشارع الساحلي، الطريق الساحلي اللي بيربط الشمال بالجنوب، سيطروا على صلاح الدين لكن هناك ما زال الطريق الساحلي هارون الرشيد يصل أو يربط الشمال بالجنوب.
نعم هو الطريق الآخر يعني محليا هنا نقول طريق صلاح الدين أو طريق البحر. طريق البحر اللي هو شارع الرشيد، شارع هارون الرشيد. عندما تصل تحاول الدبابات حسب ما تقول وزارة الداخلية تحاول التقدم والوصول إلى هذا الشارع حتى تقطع الطريقين المؤديين إلى سواء إلى الشمال إلى المناطق الجنوبية أو بالعكس شارع صلاح الدين وشارع هارون الرشيد الشارع الساحلي. نعم يعني حتى الآن لم يحدث ذلك الفصل الكامل للشمال بالجنوب، ما زال طريق الساحلي طريق هارون الرشيد يربط الشمال بالجنوب. معلومة مهمة. أحمد حرب شكرا جزيلا. نعم سنتواصل معك تباعا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.